فخامة السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، السلام عليكم. في البداية أود أن أهني السيد فليمون يانغ على انتخابه رئيسا لهذه القمة الهامة، كما أعبر عن تقديري للجهود الكبيرة المبذولة في سبيل تحقيق أهدافها السامية. السيدات والسادة، إن هذه القمة تمثل فرصة استثنائية للنظر في التحديات الحالية التي تواجه العالم وإيجاد حلول مبتكرة وشاملة. نحن بحاجة إلى العمل المشترك لتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التركيز على المبادئ الأساسية لهذه القمة التي تضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتغيير أساليبنا في التعامل مع التحديات القائمة. إن التقدم التقني خاصة في المجال الرقمي يوفر لنا أدوات جديدة لابتكار حلول فعالة ومستدامة. هذه الحلول ليست مجرد تقنيات حديثة، بل هي نتيجة تفكير استراتيجي يستشرف المستقبل ويعمل على تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية. وعلينا أن ندرك أن هذه الأدوات لا تتعلق بمجرد الذكاء الاصطناعي، بل بتطوير الاستراتيجيات القدرة على الدعم وتحقيق التحول الإيجابي في المجتمع. إضافة إلى ذلك، نؤكد على أهمية الشمولية والعدالة، إذ إن الفجوات الرقمية والتفاوت الاقتصادي ما زالا يعوقان التقدم، وعلينا العمل على تقليل هذه الفجوات وضمان فرص متكافئة للجميع. السيدات والسادة، تسعى ليبيا إلى الالتزام بدورها الإقليمي والدولي في دعم المبادئ التي تسعى هذه القمة إلى تحقيقها، وتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي والهجرة غير الشرعية والإرهاب، وتلتزم بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من خلال استغلال الخبرات الاستراتيجية وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة هذه التحديات. إن ليبيا جغرافي، ودورها كبلد عبور، تدرك تماماً التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وتسعى دائماً إلى تطوير حلول مستدامة لمواجهة هذه الظاهرة. ونؤكد في هذا الإطار على أهمية التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتوفير بيئة تنموية في الدول المتضررة وفقاً للمبادئ التي تنادي بها قمة المستقبل. السيدات والسادة، أن هذه القمة تضع نصب أعينها هدفاً رئيسي، وهو بناء مستقبل يضمن الفرص المتساوية للجميع. وعلينا أن نعمل سوياً ونتخطى الخلافات الإقليمية ونتحد لتحقيق هذا الهدف السامي. إن التعاون بين الدول ليس خياراً بل ضرورة حتمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وكما علينا التركيز على المسؤولية بين الأجيال، فنحن أمام فرصة تاريخية لضمان أن القرارات التي نتخذها اليوم تأخذ بعين الاعتبار الأجيال القادمة، وتضمن لهم مستقبلاً مستداماً لا يمكن تحمل تبعات الاستمرار في استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير مسؤول. وفي الختام، نؤكد على أهمية الالتزام بمبادئ قمة المستقبل التي تدعو إلى
تبني الابتكار والاستدامة والعدالة في جميع جوانب حياتنا من خلال العمل معا، يمكننا التغلب على التحديات المقبلة وإنشاء عالم تتاح فيه الفرص للجميع للازدهار والعيش بكرامة وسلام. وشكرا السيد الرئيس.